انت مش محجبة صح؟ لا انا مش محجبة. انت حاطة ده بس عشان؟ انا حاطة ده عشان انا متعمدة طبعا اخفي اسمي واخفي شخصيتي خوفا على حياتي، مش عايزة اتقتل زي فرج فودة، وطبعا مراعاة لشعور اسرتي متدينة جدا جدا، وطبعا مش عايزة اجرح شعورهم لما بتكلم في حاجات خاصة بالاديان بيزعلوا، فانا مراعاة لشعور اسرتي. يعني مصر كلها تزعل برضه دلوقتي؟ مصر كلها بالعكس، انا جايه مخصوص عشان مصلحه مصر. انا جايه مخصوص، يعني حضرتك انا جايه طبعا مشوار صعب جدا يعني وفي الزحمه وكده، عشان بحب بلدي وعايزه اقول كلام مهم جدا ارجو ان يكون في مصلحه بلدي. كنت متجوزه حد سلفي فعلا؟ ايوه فعلا. والحقتي بعدي؟ لا ما الحقتش، انا بأؤكد ان انا مؤمنه وبقول لا اله الا الله. امال ايه؟ الحقيقة أنا جاية أقول كم نقطة كده مهمين جدا. الأول عايزة أقول أنا جيت ليه، يعني إيه هدفي من الزيارة. هدفي من الزيارة نفسي أشوف بلدي أحسن من ألمانيا بالذات. لا أنا 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 لأنا واصل لي إن هي إن أنا ملحدة. فأنت لا أنا لا. مش ملحدة، لكن بتقولي إن مفيش قرآن كريم. أنا بقول محمد كتب القرآن، بقول كده، بقول محمد ألف القرآن، اللي هو مش بس محمد، كل الكتب المقدسة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، انت مش مؤمنة انه هو رسول؟ لا انا مؤمنة انه عبقري، معبقري ومصلح وفيلسوف وقائد عسكري وانسان عظيم جدا، بس هو اللي ألف القرآن، وما فيش حاجة اسمها وحي وما فيش جبريل، دي اهم نقطة انا جاية اقولها النهاردة، ما فيش جبريل. لكن مش رسول الله. ما انا بقول لحضرتك هو ما فيش حاجة اسمها وحي، ما فيش حاجه اسمها. ما اتكلمتش في وحي، بقول لك يعني لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول الله. لا مش رسول طبعا، ما هو بدل ما فيش وحي وما فيش جبريل اكيد هو مش رسول، يعني ده طبيعي. لان قررتي منين ان مفيش؟ نعم قررتي منين ان مفيش؟ ان مفيش جبريل، مفيش. هو مين اللي جايب؟ مين اللي هو المفروض؟ مين المفروض بينقل كلام ربنا للبشر؟ جبريل. فاذا كان جبريل هو اسطوره يبقى اذا مفيش. قررت منين انه اسطوره؟ ان هو مفيش دليل علمي على وجود جبريل، مفيش دليل علمي عقلي على وجود جبريل. وانا عموما بتكلم عن الاديان عموما. انا مش هل هناك دليل علمي على وجود الجن؟ الجن والله الجن ما بتهمنيش في حاجه لانها مش بتاثر في حياتي. لا لكن انا بسالك هل هناك دليل علمي على وجود الجن؟ دليل علمي على وجود الجن؟ لا مفيش دليل علمي. لا يعني الجن مش موجود؟ ده ما يهمنيش، انا ما بناقشش غير في النقطه. يهمني انا بسالك. لا انا مش هتكلم في حاجه. ما اصل جبريل ايه هو؟ لا جبريل ملاك المفروض صح. انا بقول ما فيش ولا ملاك ولا شيطان، ده اللي انا معتقده ومؤمنه بيه 100% واقدر اكده 100%. انا بتكلم عموما عن الاديان عموما، مش بتكلم عن القران او محمد بالذات، لا بتكلم عموما الاديان. يعني القرآن والتوراة والإنجيل وأي كتب الناس معتقدة أنها مقدسة هي مش مقدسة، دي النقطة الأساسية أن أنا جاية. والحاجات اللي موجودة في القرآن الكريم اللي كانت لسه لم تكتشف وبعدين اكتشفوا أنها اللي هي مكتوبة. المفروض اللي بيقولوا عليه الإعجاز، أنا طبعا كتاب بتاعي في شابتر كامل اسمه الرد على الإعجاز العلمي في القرآن، وأنا معتقدة وجبت أدلة عقلية وعلمية أكيدة إن مفيش إعجاز ولا في القرآن ولا في أي كتاب مقدس. يعني المشكلة الأساسية اللي احنا عايشينها. حضرتك عمل غير كده يعني مصطفى. نعم. دكتور مصطفى محمود عمل غير كده. ماشي. دكتور مصطفى محمود اكتشف إن كل حاجة في القرآن إعجاز. لا مفيش إعجاز، أنا بأكد لك يا أستاذ ريهام إن مفيش إعجاز ولا في القرآن ولا في أي كتاب تاني. زي ما كل حاجة في الكون مكتوبة في القرآن الكريم واحنا ما كناش لسه. لا لا الكلام ده مش صحيح، مش صحيح. القرآن عبارة عن ايه؟ انا بقول لك بتكلم عن الأديان. يعني حتى الجنين وهو بيتكون انا رديت على موضوع الجنين ده بالتفصيل في الكتاب بتاعي. وبقول ببساطة كل موضوع الجنين ده طبعا هو الحاجة الأساسية اللي كل الناس بتقول. لا الجنين مش حاجة الجنين أساسية طبعا، يعني ده أقل حاجة. يعني لا هو ده أوضح حاجة، كل ما أقول لحد يقول الجنين. فأنا هشرح بسرعة كده بما أني طبيبة بشرية وأقدر أتكلم في موضوع الجنين ده بكل ثقة. موضوع الجنين ده كالآتي، القرآن بيقول فخلقنا المضغة علقة فخلقنا المضغة عظاما، طبعا دي آية في منتهى البساطة اللي لا تنتمي للعلم بأي شكل، وهي مجرد بتوصف حاجة اسمها في الطب المورفولوجي. يعني الجنين عبارة عن شكل خارجي اللي اسمه مورفولوجي،
وشكل داخلي اللي هو التفصيل بتاع عرفوا منين هم ساعتها. نعم. عرفوا منين هم ساعتها المورفولوجي. المورفولوجي اللي هو الشكل الخارجي للجنين. مجرد الست بتسقط والنطفه في علقه هي اساسا الجنين مش نطفه خالص. يعني حتى كلمه نطفه دي ابعد ما تكون عن العلم وعن الطب وعن علم تطور الجنين اللي هو الامبريولوجي. يعني علم تطور الجنين ده علم عظيم جدا جدا وفيه يعني مجلدات وحركه الكواكب ووجود الارض. لا استني اكمل بس موضوع الجنين ده عشان انت فتحتي موضوع فما نتنقلش للكواكب. انا بكلم موضوع الجنين. لا اصلا انت ما بترديش. انت بتقولي لي مفيش نطفه ومفيش علاقه. ايوه مفيش. ما هو انا بقول لك موضوع كان هو الدكاتره كلها قالت ان شكل الجنين في الاول بيبقى زي النطفه وبعدين علاقه كل الكلام ده ملوش اي اساس علمي. وانا باكد لك ان العلم انا بكلمك كلام علمي كطبيبه. وفي ناس تقطعني يتكلموا كلام علمي بقى. لا ما انا بشرح لك بفهمك ايه موضوع انه بيقولوا وفي ناس كتير غيرك فهموني برضه. لا وقالوا فهموني عكس الكلام. بصي بس اسمعيني عشان انا بتكلم كلام طبي ولازم حد يكون عنده علم بالطب يكلمني. انا دلوقتي بفسر بس موضوع. انا قعدت مع ناس قبل كده انا هرد علي حضرتك. لا انا هفهمك بس سيبيني ارجوكي ما تقاطعنيش وسيبيني اتكلم دلوقتي يا جماعه. لما تقولي حاجه مش صح لازم هقطعك. لا انا ما بقولش حاجه مش صح. انا طبيبه وبتكلم كلام علمي. وبقول لك موضوع الجنين ده واحد اسمه كيس مور. طبعا ده هم اللي عاملين الاعجاز يعني اللي هو سمح باضافه ايات القران بتاعه الجنين للمجلد بتاعه. طبعا هو ده يعني مش دليل خالص على الاعجاز. ده هو كيس مور زي ما بقولك كده. آيات القرآن بتوصف يا جماعة المورفولوجي يعني الشكل الخارجي للجنين اللي هو عرفوا ازاي اياميها عرفوا ازاي ان ده الشكل الخارجي للجنين. كان في سقط الحمل. يعني الست تسقط مثلا في شهر يقول دي مضغة. الست تسقط في شهرين يقول دي علقة كذا كذا. يعني مجرد هي بتسقط كالكوعة يعني. أيوة دم. أيوة ما هي الدم. ما هو الدم ده هو المضغة. هو الدم ده المضغة. يعني حضرتك القرآن لم يصف أي شيء غير الشكل الخارجي. وأنا بأؤكد على النقطة دي لأن موضوع الجنين ده طبعا بيتقال كتير جدا جدا. يا جماعة القرآن ما فيهوش أي إعجاز. القرآن بيصف الشكل الخارجي للجنين وده كان معروف ساعتها من معلومات البيئة اللي هي طالعة من سقابة الستات. أيوة يا ريت حضرتك بتتكلمي بس تقولي دي وجهة نظرك. لا مش وجهه نظري. وجهه نظرك. لا طبعا انا مقتنعه بغيرها. حضرتك دي مش وجهه نظري. دي وجهه نظر الطب والعلم والامبريولوجيا. لا وفي دكاتره كتير قوي غير حضرتك اطباء وممكن برضو اجيبهم لك هيقولوا لي غير اللي انت بتقوليه. انا خلاص يبقى تجيبي لي دكتور اتكلم معاه. دي وجهه نظري. خلاص حضرتك تجيبي لي دكتور اتكلم معاه. لا انا مش هجيب لك دكتور تتكلمي معاه. يعني لو عايزاني اناقش دكتور اناقش. لا مش هجيب لك دكتور تتكلمي معاه لان هو مش مساله دكتور. لا مساله دكتور. يعني انت بتتكلمي بكلام علمي. لا مش محتاج دكتور. لا ده مش كلام. أرجوكي بلاش مغلطة. لا أنت اللي غلط. ما تقوليش مغلطة. دي وجهة نظري لازم تحترميها. لا دي مش وجهة نظر حضرتك. دي مغلطة لما تقول إن القرآن كلام الله. ده مش كلام الله. هو أنت مش الله. كنت متجوزة واحد سلفي؟ ده كلام محمد. أنا بس يا جماعة القرآن كلام محمد. مش كنت متجوزة واحد سلفي؟ أيوه. كنت متجوزة واحد سلفي ليه؟ كنت أكيد محجبة. كنت سلفية. كنت منقبة. يعني كنت مؤمنة إن في كتاب الله. أنا كنت ما أنا وكنت طبيبة. ما انا طبيبة. صح؟ وانت سلفية؟ الطب اختلف؟ لا انا اللي ما كنتش. طيب يعني كنت انا اكتشفت. يعني لا اصلك بتقولي دلوقتي مفيش مغالطة علمية وهاتيلي طبيبة اتكلم معايا. ايوه فانا بقول لك انت فده كلام علمي. انت كنت متجوزة سلفي ومحجبة ومنقبة. ايوه كان وطبيبة. وبتؤمني بكتاب الله. اللي كنتش فاهمة. العلم اتغير؟ لا انا اللي ما كنتش فاهمة وكنت مخدوعة زي ما آلاف الناس مخدوعة. وانا جاية دلوقتي إيه ارفع الخداع عن الناس. ايه اللحظة؟ جاية ارفع إيه اللحظة الخداع عن الناس. اللي جات لك بهذا الفكر؟ مفيش لحظة. ده هي بقول لحضرتك. لا أنا يعني خلعتي بقى الحجاب والنقاب وطلقتي من السلفي وكده في لحظة. لا مش لحظة. دي بقى دي خلال 25 سنة. مش طلقتي من قد ايه؟ من 7 سنين بس. وقعدتي يعني معاه قد ايه؟ قعدت معاه 25 سنة جواز. فطبعا انا اكتشفت خلال انا لبست الحجاب عندي كام سنة بس خدي بالك من النقطة دي. لبست الحجاب عندي 15 سنة كنت في أولى سنة. ولبست النقاب عندي 21 سنة. فأنا دلوقتي عندي 54 سنة. فطبعا رحلة نضوج. يعني أنا واحدة عندها 15 سنة غير واحدة عندها 21 سنة غير واحدة عندها 54 سنة. رحلة حياة
ورحلة نضوج ورحلة خبرة. قلعت النقاب قبل ما تطلقي ولا بعد؟ لا قلعت النقاب قبل ما اطلق. فطبعا يا جماعة انا يعني ليه بقى احكي لي بقى يعني احكي لي الحياة اللي بتقولي حياة احكي لي بقى انت دلوقتي منقبة ومحجبة وبتقري قرآن وكل حاجة ايه بقى اللي عمل السويتش ده؟ والله انا الحقيقة يعني انا الحقيقة ممكن بس نخلي نقطة السويتش دي في الاخر لان انا عايزة اقولها اخر حاجة عشان اقولك ليه وانا عشان اقتنع بكلامك اللي جاي لازم اشوف انت اتغيرتي ازاي يعني انت حضرتك دلوقتي كنت بتقولي لي انا عشان طبيبة فانا بقولك لا انت كنت طبيبة وعارفه العلم كويس إن قوي انا كبرت وفهمت وخبره الحياه ملهاش دعوه بقى بالاطباء ما هو انت بتقولي لي هاتي طبيبه زي تكلمني فانا بفهمك بقولك ما انت كنت طبيبه وبتقولي نفس الكلام ايوه كنت طبيبه واكتشفت حاجات مختلفه اكتشفتيها ما هي النقطه ما بقى بقولك نقطه الاكتشاف دي ازاي بالقراءه وبالعلم وبالخبره وبالسن ما هو الواحد كل ما جات لك لحظه باخد فيها القرار لا مش لحظه ده تدرج خلال 25 سنه بكتشف كل يوم بقرا بسمع بشوف خبرات الحياه من 7 سنين بالظبط قررت تغيري كل ده لا مش من 7 سنين قلعتي النقاب من 7 سنين ده كان النهايه بتاعت الرحله يعني دي نهايه الرحله بس خلال 25 سنه ابتديت الخمس كنت منقبة ومؤمنة ان مفيش قرآن؟ نعم كنت منقبة ومؤمنة ان مفيش قرآن؟ لا ما هو ده اللي خلاني قلعت النقاب انا كنت منقبة وبعدين لما اكتشفت ان انت قلتي ايه مفيش ايه؟ مقلتش مفيش حاجة لا انت مفيش قلتي مفيش حاجة مفيش ربنا؟ قلت مفيش كتاب الله لا انا مؤمنة ان في ربنا بس متأكدة ان القرآن تأليف محمد وليس كلام الله تأكد ان في ربنا منين بقى والله انا لسه كنت بقول ان احنا الحاجة المهمة جدا اللي انا عايزة اوضحها يعني ان احنا طبعا المشكلة الحالية في مصر واللي خلاني جيت من بيتي عشان اقول كلام ده ان انا عندي افكار ارجو انها تكون ممكن تكون حل للمشكلة والصراع اللي حصل بين الليبراليين او العلمانيين او اللي بيسموهم مثلا غير اسلاميين وبين الاسلاميين ماشي اللي حصل عملنا ثوره وكان عندنا احلام كبيره قوي قوي ان بلدنا هو الخلاف دلوقتي تبقى احسن هو الخلاف دلوقتي بين الليبراليين والاسلاميين ايوه الخلاف بعد الثوره ان حصل صراع بين طرفي المجتمع جزء من المجتمع المصري عايزها اسلاميه وشرع الله وجزء تاني عايزها ليبرالية مدنية عقلانية او علمانية لا ده ما حصلش ماشي ده اللي حصل ده اللي فشل الثورة لا ده ما حصلش خلاص ده اللي حصل فعلا ده ما حصلش حضرتك هو صراع عقائدي الاخوان لما جم ما نفذوش شرع الله لا هم يعني الاخوان لما جم ما حجبوش الستات الاخوان لما جم ادوا 3 سنين رخصة للكباريهات الاخوان لما فين شرع الله الاخوان بالعكس انا اتمنى ان شرع الله يطبق لا 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 هم الاخوان كانوا لسه هيعملوا شرع الله والناس ما ادتهمش فرصة يا جماعة انا عايزة اقول كلمة بمناسبة الاخوان انها اتفتحت الاخوان مظلومين وضحايا وانا من لو انت طبعا هتذيعي البرنامج ده بالطريقة دي بدعو جميع افراد الشعب المصري عارفه ان حضرتك الاخوان اول واحده هتتقتلي انت لو بتقولي ما فيش قران يا جماعه انا دلوقتي بكلمك على فكره انا بوجه دلوقتي من المكان بتاعي ده في الاعلام اولا رجاء للشعب المصري ارجوكم انزعوا كراهيه الاخوان من قلوبكم المصريين طول عمرهم طيبين المصريين بتقولي كده عشان خايفه منهم ارجوكوا ايوه ردي عليا انا لسه بتقولي كده عشان خايفه منهم انا لسه بكمل كلامي ارجوك يا استاذه ريان يا حبيبتي ردي عليا انا المذيعه هنا هو انت مش جايه هنا على قاعده على منبر رئيس جمهوريه بتقولي خطاب لمصر انت ايوه لازم اقاطعك انا المذيعه انت مش جايه هنا هو المذيعه تقطعي مش سيبيني اخلص كلامي مش جايه هنا تدلي خطاب لجمهوريه مصر العربيه ده مش خطاب طيب فانا بسالك درجه بقول لك انت بتقولي الاخوان مظلومين بقول لك انت جاية. عارفه انك اول واحده هتتقتلي من الاخوان لما بتقولي ما فيش قران كريم لا ما هو انا مش هتقتل من الاخوان انا هتقتل من الفكر الاسلامي يا جماعه الاخوان مظلومين اخوان ايه مش اخوان مسلمين برضو اخوان وسلفيين وجهاديين وتكفيريين
وجميع الفصائل الإسلامية يا جماعة في سلة واحدة. ضحايا، دول ضحايا. أنا جاية أقول يا جماعة يا جماعة ضحايا، ضحايا الفكر الأسطوري الديني. ماشي؟ الأسطوري، الأسطوري الديني. أنا من وجهة نظري الأديان عموما، ما بتكلمش يعني عن الإسلام. ما بتكلمش عن الإسلام، بس أنا عايزة بس أصلح لك حاجة. هما مش السلفيين والإخوان وكده، هما بس اللي فاهمين إن دين الإسلام ده دين الحق. لا، كل الفصائل، كل مصر وكل الوطن العربي. لا لا لا، يعني السعودية فرق. دي في فرق، ممكن يكون ما فيهاش سلفيين وما فيهاش إخوان وما فيهاش. لا، السعودية معقل يعني المسلمين في كل أنحاء العالم مؤمنين بكتاب الله وبالله ورسوله. مش هي دي النقطة، مش هي دي النقطة. لا مش هي، انت بتقولي دول ضحايا للفكر الاسطوري. ضحايا الفكر الاسطوري. يعني انا بناشد انا جايه والله النهارده مخصوص ادافع عن الاخوان، عشان انا تصدقي ان انا كنت هاخد الكتاب بتاعي واروح لمرسي في السجن؟ كنت هروح لمرسي في السجن. اولا انا بقول لمرسي انت مظلوم، انا بحبك. الاول بقول لمرسي انا بحبك وانت مظلوم، وانا كنت مظلوم فعلا. عشان ايه بس وضحي؟ مظلوم عشان انت ضحيه، عشان هو ضحية. فاكر ان في دين. لا ايوه، عشان انت ضحيه الفكر. بتقول له الأسطوري. انت مظلوم عشان فاكر ان في دين اسلام، هو وغيره كل. وانا مظلومه بقى؟ لا لا، انت غير مرسي. ليه؟ انت غير مرسي ليه بقى؟ اقول لك ليه. هم دلوقتي انا بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ماشي، وبؤمن بكل كلمه وكل حرف وكل حاجه في لا كتاب خلاص الله. بس انت مختلفه. انا لو مختلفة في إيه؟ اقول لك مختلفه في ايه. الفرق بين الإسلاميين وبين ريهام إن الإسلاميين عايزين يطبقوا تفاصيل. أنا عايزة أطبق تفاصيل شرع الله، لكن أنا مش مع إن إحنا نقتل اللي مش عايز يطبق تفاصيل شرع الله. لا بس هي التفاصيل، أنا أتمنى إن إحنا عادي يبقى شرع الله مطبق في كل حتة، والخمرة تتمنع والكبريهات تقفل والناس عادي. أنا مسلمة فلازم أطبق شرع الله. يعني أنت موافقة إن إيد السارق تتقتل تتقطع؟ طبعا موافقة. طبعا لا، الحقيقة دي حاجة غير مسلمة. إيد السرقة تتقطع والزانية تترجم وطبعا. لا لا لا، ده كلام طبعا موافقة، لأن لو حصل، لو احنا طبقنا الدين في كل حاجة في الدنيا لا مش هيحصل حاجة. لا ازاي؟ انت ليه بتدافعي عن الأساطير؟ ليه بتدافعي عن لا الأساطير؟ لا انا ما بدافعش عن الأساطير. لا جبريل أسطورة. من حقك تقولي رأيك، لكن مش من حقك تقولي عليها أسطورة. أسطورة جبريل أسطورة. ده رأيك. انا بأؤكد لك ان جبريل أسطورة. ده رأيك. انا بس كنت جاية اعرف رايك ده جه منين. انا يا جماعه ما قلتليش جه منين. لا انا باكد على موضوع جبريل. انت جيتي من اكستريم، جيتي من حد محجب ومنقب ومتجوز سلفي لحد مش مؤمن باي حاجه خالص. لا ازاي؟ مؤمنه طبعا. بايه؟ مؤمنه بالله ومؤمنه بالقيم ومؤمنه بكل القيم الجميله. مؤمنه بالله ليه؟ مؤمنه بالله عشان انا مفيش اعجاز. لا مفيش اعجاز. هو ربنا، بصي اسمعيني، ربنا موجود والناس موجوده. عرفتي منين انه موجود؟ لانه هو اللي خلق. يعني عرفت منين؟ لا ما هو ده مجرد تسليم عشان ما نقعدش نتناقش في لا موضوع ربنا. لا اتناقش. لا مش هتناقش في موضوع ربنا. قلتي مفيش جبريل وقلتي مفيش سيدنا محمد. بصي ربنا موجود. اشمعنى ربنا موجود؟ ربنا موجود. عرفتي منين؟ لا انا مش كل حاجه بتتكلمي بالعلم. طب ما تقولي لي ربنا موجود منين؟ موجود عشان نحل مشكله مين اللي خلق. بس كده. يعني انت بتحلي مشكله لنفسك بس، لكن ممكن تبقى اسطوره. لا لكل الناس بحل مشكله عشان ما اخشش في جدل ربنا مين والالحاد وكده. انا مش ملحده ومش عايزه اخش في مش جدل. عايزه تقولي انك ملحده عشان تتقتليش بس. لا ولا ايه؟ انا مش بقولك ربنا موجود منين. بتقولي تسليم. ايوه تسليم. تسليم. انا بصي يعني مش مؤمنه. هو لا ايه تسليم ده؟ يعني مش مؤمنه. لا ازاي؟ الاسلام هو التسليم. لا يعني فكره الاسلام هو التسليم. لا فين الاسلام بقى؟ بصي يا ريهام، هو انت مؤمنه ان في اسلام؟ مسلمة. انا مسلمة عقلانية طبعا. انت مش بتقولي الاديان دي اسطورة؟ ايوة. لا بس انا مسلمة. لا انا ما قلتش الاديان اسطورة، بقول الجزء الاسطوري من الاديان. مين اللي جاب الدين؟ بصي انا دلوقتي بتقولي مفيش جبريل ومفيش رسول، مين اللي نزل الاسلام؟ محدش نزل. ما احنا عرفنا منين؟ محمد اللي ألف القرآن. احنا عرفنا منين الاسلام؟ نعم عرفنا منين الاسلام؟ ما انا بقولك محمد ألفه يا حبيبتي. عرفتي من محمد إيه؟ فانت مشيتي على التأليف؟ نعم. فانت مشيتي على التأليف؟ انا مشيت على ايه؟ انت بتقولي انا مسلمه. ايوه انا انتقيت. بقول لك الاسلام جه منين؟ قلت لي محمد اسوس، يعني استغفر الله العظيم، الفه محمد. انت مشيتي هو على التأليفه؟ ألفه. ايه مشيتي على التأليفه؟ لا انا انتقيت بقى. انتقيت. ما هو ده النقطه. انتقيت اللي عاجبك وسبتي اللي مش عاجبك. ايوه انتقيت مش اللي عاجبني، انتقيت الصالح النافع اللي بينهض بالمجتمع. عايزه برضو كويس التأليف ولا الحقيقه؟ اسمعيني بس، عايزه اوضح النقطه. انت بتقاطعيني ومش عارفه اقول اللي انا عايزاه. لا ما لازم تقولي مش اللي انت عايزاه، لازم تفهميني وتفهمي الناس. ما انا بفهمك. انت بتقولي مش سايباني اكمل كلامي. سيبيني بتقاطعيني. مش معقول كده يا ريهام. سيبيني اكمل حبيبتي. سيبيني اقول
سيبيني اقول لك الكلمه اللي انا جايه اقولها. لازم تلخبطي الناس. انت بتقولي هقول تاني. سيبيني اقول تاني. سيبيني اقول تاني. دلوقتي ربنا موجود ومحمد وعيسى وموسى وكل السلسله دي اللي الناس فاكراها انبياء، هي مش انبياء، هي عباقره مصلحون. مين اللي جاب الاديان؟ هم اللي اخترعوها. اخترعوها يعني انت ماشيه على اختراع؟ لا انا نقيت. انا نقيت. ما انت سيبيني اتكلم، بتقاطعيني مش عايزاني اتكلم. دلوقتي الاديان يعني مش ربنا اللي نزل الدين. لا مش ربنا خالص. يعني انت دلوقتي معتقد يعني انا قديم. سيبيني اكمل يا بنتي. قولي بس عليا الاول. انا هكمل من غير ما تسالي. سيبيني اكمل. لا لازم النقطه دي الاول. انت ما انا هفهمك. انت معتنقه دين متالف؟ انا معتنقه الجزء العقلاني من الاديان. ما انت مش عايزاني اتكلم. سيبيني اقول. الاديان كلها، مش بس الاسلام، المسيحيه، اليهوديه، الكونفوشيوسيه، البوذيه، الهندوسيه، كل دي حاجه واحده من وجهه نظري، فلسفات انسانيه. ربنا ما قالش اي حاجه من دي. خلاص كل الاديان جميعا كلها بلا استثناء فلسفات انسانيه واجتهادات بشريه. ربنا ما قالش حاجه خالص. الكتب المقدسه، القران، الانجيل، التوراه، اي صحائف او اي كتب تانية، كلمات البشر وليست كلمات الله. اظن الكلام ده واضح وبقوله بكل صراحه. القران تاليف محمد. ده وجهه نظر مش ربنا اللي قال. ما تقدريش تعيدي في الكلام ده. الكلام ده بيضايقني. ماشي. الانجيل. ايوه انت مسلمه ليه؟ اللي حوالين عيسى كتبوه. انت مسلمه ليه؟ خلاص هنيجي بقى للنقطة اللي انت سألتي فيها. اما انت بتقولي بوذية وهندوز و كلهم زي بعض. ثانية واحدة. دلوقتي انا الاديان في نظري بقى كلها جزئين. خدي بالك النقطة دي مهمة جدا جدا ورد على سؤالك وما كنتيش سايبالي فرصة اقولها. الاديان كلها، ما بتكلمش عن الاسلام بس، بتكلم عن الاديان جميعا حبيبتي. جزئين ولا ثلاثة ولا اربعة؟ جزئين. انت ماشية على حاجة متألفة. الاديان جزئين، جزء عقلاني علمي اللي هي منظومه القيم من اختراع الانسان. ايوه ماشي عليه ليه؟ ما هو من اختراع الانسان. علشان مش مفيد، عشان مفيد للمجتمع، وفي مجتمعات كتير جدا نفذته ونهضت. هو ربنا ما طلبش منك تعتنقيه؟ لا انا بعتنقه عشان مصلحه بلدي. ما ده الكلام اللي انا كنت جايه. لكن مش عشان ربنا. لا عشان مصلحه بلدي. يعني الدين مش لله بقى للوطن. انا ممكن بتعبد لربنا. يعني الدين مش لله للوطن. لا بتعبد لربنا. انا بتعبد لربنا بالصالح. ربنا ما طلبش منك تتعبد. لا انا بتعبد لربنا بالصالح النافع من المجتمع. تتعبد اللي هو ايه؟ بتصلي يعني؟ لا الصلاة، ما التلاتة اللي انا بعترض عليهم، الصلاة، الصوم، الحج، التلاتة دول هم الحاجات الوحيدة في الدين اللي انا شايفة انها طقوس غير عقلانية. يعني ايه؟ يعني ما بتنهضش بالمجتمع. انا اساسا زي ما بقولك كده، فايدة المجتمع ونهضة بلدي هي الاساس اللي انا جايبني من بيتي عشان اتكلم دلوقتي وبقول احتمال الافكار دي تكون فيها فايدة للبلد. بعمل ايه بقى؟ بقول ان انا منظومة القيم زي ايه؟ هديكي امثلة. مثلا في ايات زي مثلا ايه؟ الاية دي اللي انا محضراها دي، على فكرة الاية دي محطوطة على جامعة من جامعات أمريكا، كلية الحقوق، في جامعة هارفارد تقريبا أو جامعة مشهورة. آية قرآنية في النساء 135: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الجامعة الأمريكية يا جماعة كتبت الآية دي مخصوص علشان فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. معناها إيه الآية دي؟ معناها لو أنا في المحكمة وقريبي أو ابني أو حد بحبه طالب شهادتي، أشهد بالعدل ولو على أو الوالدين أو الأقربين. يعني لو أبويا أو ابني في المحكمة وجاني لازم اشهد بالعدل. ايه لازمته اللي انت بتقوليه؟ فده الجزء العقلاني من الاديان. ايه لازمته يعني؟ ده اللي انا بقول لك، بختار الحاجه الصالحه في الاديان اللي اتالفت. ايوه يعني اللي واحد زيك الف. ايوه بالظبط. انسان عبقري، محمد عبقري، انسان عظيم، انسان فيلسوف، قائد عسكري ممتاز،
وطبعا استثناء في التاريخ الإنساني. فأنا هنقي من الرسالة اللي هو جابها، مش ربنا بعتها له، هنقي منها ايه بقى؟ الصالح. لا انا بقى معلش اسأل سؤال بقى. اديني بس، مش عاجبني الكلام. استني، مش عاجبني. اديني بس. لا انا عايزة اسأل سؤال. طيب الاية دي وصلت ان انا بنتقي الجزء العقلاني من الاديان اللي هو الجزء القيمي. ماشي، انت مسلمة. لا مسلمة عقلانية، انا مسلمه عقلانيه. مش مسلمه اسمها بتنقي اللي عاجبك في مش اللي عاجبني في الكتاب المتالف تمشي عليه. مش اللي عاجبني، الجزء اللي هو بينهض بالمجتمع، واللي انا جيت اول ما جيت قلت لك ايه، نفسي بلدي تبقى احسن من المانيا. هو اللي الف التاليف اللي انت بتقولي عليه، استغفر الله. ايوه اللي الفه فعلا. قال ان المسلم هو اللي بيؤمن بالله ورسوله. انا بؤمن. انت ما بتؤمنيش بالله ورسوله. انا بصي، هي الاسلام. طب ليه مش مسلم؟ لا الاسلام ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا خدت جزء واركان الاسلام. لا الاركان دي مش بتنهض بالمجتمع، فانا مش مقتنعه بيها. يبقى انت مش مسلمه. لا مسلمه. لا مش مسلمه. انت انت هتمنعيني من العب في التاليفه كمان؟ لا ايوه تاليفه. انا جايه اجدد. انا بقول لك انت بتقولي انها تاليفه، هتلعبي في التاليف كمان؟ طبعا تعملي دي مع نفسك. لا طبعا، هو دي الافكار اللي انا معتقده انها هتنهض بالمجتمع. انت عارفه، وانا كنت هنبسط قوي لو انت بتقولي الكلام ده وانت جريئه. جريئه ازاي؟ يعني كنت هنبسط قوي لو انت مش مغطيه. لا انا مغطيه حفاظا على حياتي. انت عايزه اطلع من هنا اتضرب برصاصه زي فرج فوده؟ انا عايزاني اموت؟ ايه يعني مش جهاد في سبيل الله؟ لا جهاد ايه، انا مش بجاهد في سبيل الله. عايزه انقذ الوطن. انقذ الوطن، بس مش عايزه اموت. مش عايزه اتقتل زي فرج فوده، اكيد مش عايزه اموت، ومش عايزه اتضرب في ايدي زي نجيب محفوظ. ومش عايزه يعني طبعا اهلي بيزعلوا والمجتمع، انا بحتفظ مع اهلي بالعلاقه الانسانيه. اكمل بقى الكلمه المهمه قوي. عندنا في كتاب الله اللي انت بتقولي عليه بيقول ان الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. لا مش مؤمنه بالحته دي خالص. ربنا هو اللي بيحفظ. لا مش مؤمنه. انا من ضمن معتقداتي اللي انا باكد عليها، الله لا يتدخل في حياه البشر ابدا، ولا بيحفظ ولا بيشفي. بيعمل ايه؟ ولا حاجه خالص. بيعمل ايه؟ ما بيعملش. الله خلق ولا يتدخل في حياة البشر أبداً. ماشي؟ تحسب في حساب يعني؟ لا مفيش ولا جنة ولا نار ولا حياة بعد يعني الموت. يعني انت حاطة فكرة كده ان في الله سبحانه وتعالى عشان تقولي مين اللي خلق الحاجات. بس عشان أحل المشكلة. عشان تريحي نفسك. لا عشان أحل مش المشكلة. مش مؤمنة بقى؟ لا مؤمنة، مؤمنة بربنا. مؤمنة. ما أنا مش بقولك لا إله إلا الله. إيه؟ اللي هو ربنا إيه؟ اللي هو إيه يعني؟ مش لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مؤمنه بلا اله الا الله. بس محمد ازاي اكمل كلامي؟ انت بتقولي ولا بيموت ولا محمد ولا ليس بيشفي. رسول الله محمد عبقري ومصلح وليس رسول الله. فانا مؤمنه بلا اله الا الله. لنفسك عشان مخك حاجه اسمها الله. لا ده اصلاح. عشان تبقى خلقت ده اصلاح وتجديد في الدين. لكن انت مش مؤمنه ان في الله بجد؟ لا مؤمنه. ما تقعديش تدعي له. لا ما بدعيلوش لان ربنا ما بيستجبش. ازاي مؤمنه بوجوده وهو مش بتدعيلوش؟ لا لانه ما بيستجبش، ربنا ما بيستجبش. ازاي يعني؟ هو كده. شرفك يعني. انا دعيت كتير وما استجبش. عشان مش هستجيب طول ما انت بتفكري كده. لا ايام ما كنت منقبه وسلفيه ما كانش بيستجيب. ما اكيد قلبك ما كانش طاهر. لا قلبي كان ممتاز. طب انا بالنسبه لي انا بيستجيب لي جدا. يبقى ايه؟ لا هو ما بيستجبش، ده هي مجرد هي بتصدف ان اللي انا بطلبه بيجي بالظبط. لا بتصدف وساعات يجي وساعات ما يجيش. مش معقول 100% من اللي بتطلبيه. لا انا كل اللي بطلبه بيجي. يعني لو طلبتي 1,000,000 جنيه اكيد مش هيجولك يعني. بيقولي والله. لا مش بيقولي والله العظيم بيقول. اقسم بالله العظيم بيقول. لا ربنا اكيد ما بيستجبش طبعا. ربنا بيستجيب لي في كل حاجه بقولها. لا متهيألك. هو بس متهيألي ازاي يعني؟ يعني بتحصل. يعني اقول لك برده من مشاكل الناس في مصر انها تحصل حاجه ورا حاجه يربطوا الحاجتين ببعض على طول. طول حياتي بربط. اللي انا عايزه اقوله واكد عليه ان الاديان عموما جزئين، جزء علمي عقلاني زي الايه اللي انا قلتها دي، وزي مثلا في ايه جميله جدا بحبها عفى الله عما سلف. الايه دي ممكن تتحط جزء في الطب النفسي. مش شايفه ان ممكن يكونوا السلفيين عقدوكي؟ لا بالعكس، ده انا الرحله اللي انا مشيت فيها دي طلعت منها بنتيجة جميلة جدا جدا وافكار حلوة جدا. وبأناشد انا هنا من المكان ده بقول لمرسي انا يعني متعاطفة معك جدا، وكنت هاخد الكتاب اروح لك. وبأناشد مرسي وبأناشد الاخوان وبأناشد السلفيين وبيت المقدس وداعش والتكفيريين وطالبان وكل الفصائل الاسلامية المتطرفة، اناشدهم ارجوكوا يا جماعة. أؤكد لكم أولاً مفيش جبريل، ثانياً
القرآن القرآن متألف. بس انت بتعملي ده هواية يا جماعة، هما يعني محتاجين حد يجي يقول لهم الكلمتين. والشرع والشرع الشرع ليس شرع الله اللي انتوا بتنزلوا في الجمعة تقولوا شرع الله، ده مش شرع الله، ده شرع محمد. ومن حقنا انتقاء الجزء العلمي العقلاني اللي هو القيم. ماشي، وارجوكم تتخلوا عن الجزء الاسطوري يا جماعه. مفيش، ما تبدايش تقولي كده، ممكن اشيل الكلام ده. يا جماعه مفيش جنه مفيش اخره، فارجوكم تنتقوا الجزء. عايزه اقول لمرسي، انت استاذ يا بنتي مرسي ايه؟ مرسي في السجن، مش جاي اتكلم على مرسي. انا بقول لك لا يعنيني مرسي، ثانيه واحده. لا يعنينا طبعا، لان هو ده المشكله اللي بين الجيش. ما انا ممكن اشيل الكلام اللي انت بتقوليه ده، لازم تسمعي كلامي، لازم انا ادير الحوار بالطريقه اللي انا شايفاها صح. طب انت قاعده بتقولي لا مش بقاطعك ايه، وانت بتتكلمي غير في نقطه واحده. لا مش انت متخيله ان انت لو طلعتي قلتي مفيش كتاب ربنا يا جماعه والنبي بطلوا قتلوا في بعض، يقولوا اه ليها حق والله يا ست دي، برافو. ايوه عشان عندي الادله، ما الكتاب بتاعي عندي الادله العلميه والعقليه. هو انا بقول الكلام ده في الطراوه؟ انا الكتاب بتاعي 240 صفحه، شابتر كامل اثبات بالادله العلميه الطبيه العقليه وجميع الادله. نعم عندك ولاد؟ عندي وبرده كده بس انا مش عايزه اتكلم عن حاجه شخصيه عشان شخصيتي ما تتكشف. لا انا قصدي ولادك يعني برده مؤمنين بنفس الحكايه؟ لا لا ولادي متدينين، ما انا قلت لك عيلتي كلها، امال انا مغطيه وشي ليه؟ عشان ولادك ليه مش بتفهميهم الصح عشان ما يتخموش في الاسطوره؟ لا قلت لهم طبعا الكلام ده كله، قلت لهم كتير. وقالوا لك ايه؟ لا مش مقتنعين. بس انا برضو هتفتكري ولادك مش مقتنعين والمسجد الاقصى وبيت المقدس ومرسي هيقتنعوا؟ والله ممكن احتمال. اما ولادك كلامي ما اقتنعوش؟ لا ممكن كلامي مثلا لو الاخوان 5 مليون ممكن مليون يقتنعوا، 4 مليون لا. بس 2 من ولادك ما اقتنعوش، مليون هيقتنعوا؟ احتمال احنا ظروفنا الاسريه خلت ولادي. عندك حد بقى اقتنع بكلامك ده؟ نعم عندك حد اقتنع بكلامك ده؟ ناس كتير جدا اقتنعت، يعني انا الكلام العقلاني اللي انا بقوله ده ناس كتير جدا جدا اقتنعوا بيه. فانا يا جماعه اللي انا بقناش انت مش شايفه كده ان انت بتنشري حاجه يعني لو 1% غلط، 1% ما انت بشر خطاءه، لو انت وجهه نظرك دي غلط مش 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 صح ان انت ترضي تنشريها كده؟ والله كل واحد بيقول وجهه نظر، واللي عايز يقتنع يقتنع، مش عايز بلاش. بس انا دلوقتي جايه بحافظ على الاسلام، بحافظ على الاسلام. اسلام ايه بقى؟ انا بحافظ على الاسلام. انت رجعتي تقولي اسلام. لا ازاي بحافظ على الاديان؟ بصي بصي يا ريهام، لو الاديان فضلت متمسكه بالافكار الاسطوريه والناس قاعده تستهزئ بالافكار دي. انت من وجهه نظرك ان مفيش اديان اساسا؟ لا في اديان طبعا، بس بشريه، في اديان انها حطتها بشر. بس انا بحافظ عليها، بحافظ ليه؟ عليها لان فيها جزء صالح. ما هو ده اللي انا قاعده اقوله من الصبح. ما هو ممكن يبقى قرار وزير صالح اساس، ممكن يبقى قرار بلد صالح، ممكن انا اكتب كتاب احط فيه شويه قيم دلوقتي يبقى صالح. طب ده جميل، يا ريت يا ريت. اساس الفكر بتاعي يا جماعه الانتقاء، الانتقاء النقطه دي يعني مهمة. مفيش عذاب قبر؟ مفيش عذاب قبر صح؟ نعم مفيش عذاب قبر. لا طبعا ده كلام اسطوري خالص. خايفه من الموت ليه؟ طيب لا لا اسطوري جدا جدا. خايفه من الموت ليه؟ خايفه من الموت عشان انا من ضمن اهدافي في الحياه ان انا اسعد نفسي واسعد اللي حواليا، فانا عايزه اعيش. هيجي هيجي وقت هتموت. خلاص ماشي اموت، بس ما موتش نفسي يعني. يعني ما انتحرش يعني. هتموتي ازاي بقى؟ نعم يعني لما يوم ما تموتي ده مين اللي هيقرر تموتي؟ مين اللي يقرر؟ ممكن مثلا تحصل لي حادثه وانا راجعه دلوقتي بيتنا. غير حادثه لو انت قاعده كده ورحتي ميت. اوكي ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انا اموت؟ مين بقى مين اللي هيبقى مواتك؟ نعم مين اللي هيبقى مواتك؟ اكيد مثلا يا اما سكته دماغيه يا اما سكته قلبيه يا اما. ومين اللي عمل السكته الدماغيه والسكته القلبيه؟ حاجه في اضطراب في الاجهزه بتاعه الجسم. الانسان بيموت عشان اجهزته الحيويه. مين اللي عمل الاضطراب ده؟ مشكله صحيه. ايوه مين اللي عمل المشكله دي؟ مشكله صحيه. ده انت بقى تعالي نحل كل الاسباب الطبيه اللي بتخلي في موت مفاجئ. اسباب طبيه كلها. الموت والحياه دي بيولوجي. الموت والحياه بيولوجي يعني احياء. يعني سبب الموت بيبقى حاجه في الخليه الحيه توقفت عشان في سبب لما طبي. لما بتتوقف وبتصحى تاني؟ لا ما بتصحاش. تصحى فين يعني؟ ما القلب بيتوقف ويشتغل تاني. طب ايه المشكله؟ ما هو بنعمل صدمات كهربائيه ونصح كلها حاجات طبيه. من غير ساعات من غير صدمات كهربائيه. خلاص يبقى هو القلب كويس وجامد جامد ايه ده؟ وقف
نعم ده وقف. طب ايه المشكله يرجع يعني؟ ازاي؟ كلها اسباب طبيه واكد لك. طب يعني والدكاتره الاطباء العباقره اللي انا بتعامل معاهم في كل انحاء العالم لما يجي واحد من المانيا يقول لي وما توفيقي الا بالله، يبقى هو ايه؟ هو طبيب واكبر من حضرتك بكتير، اشطر بكتير وانقص حياه ناس كتير، ليه بيقول وما توفيقي الا بالله؟ طب ما انا وانا برضو بقول ربنا موجود، ايه المشكله؟ بتقولي ولا بيعيش ولا بيميت، هو ما بيتدخلش. ازاي بقى هو بيقول وما توفيقي الا بالله؟ طب ماشي، في ناس كتير نفسيا محتاجه سند نفسي وانا بكعش، ولا بيشوف معجزات قدام عينه؟ لا ما فيش لا يتدخل فيها، بتحصل لوحدها. لا لا ما فيش حاجه اسمها معجزات، كله عباره عن بيولوجي. حضرتك طبيبه ايه؟ وكل حاجه إيه؟ عباره عن طب. تخصص ايه؟ انا ممارس عين. يعني مش تخصص حاجة؟ لا مرأة تقولي انا طبيبة وبعمل وهاتي لي الأطباء. فعلا انا طبيبة. انت مش دارسة؟ لا انا دارسة وبقرا كتير. دارسة ايه؟ انا بسألك دارسة ايه؟ دارسة طب. ايه يعني؟ دارسة 7 سنين كلية الطب. متخصصتيش يعني؟ لا ما تخصصتش. ليه؟ عشان يعني حصلت ظروف أسرية، بس انا اصلي يعني بفتح مثلا على جوجل واخد اخر حاجة وصل لها الطب مثلا في 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 موقع على فكره اسمه ممارسه الطب دلوقتي. نعم ممارسه الطب. لا الحقيقه انا حاليا مش مرتبطه بعمل. طب يعني ما مارستيش الطب وما اشتغلتيش جراح وما فتحتيش قلب وما دخلتيش اوضه عمليات وما عملتيش كل ده، ما شفتيش اعجاز، ما شفتيش حاجه بتحصل قدام عينك، امال انت عملتي كل الافكار دي منين؟ من الثقافه اللي انت مؤلفاها. طبعا ما انا مؤلفه، ما زي محمد مؤلف القران. انت اللي مؤلفه مش سيدنا محمد هو اللي مؤلف. وانت اللي بتتكلمي عن جهل مش الناس الباقيه. لا والله جهل، انت اللي جهله. انا اللي جهله يا ستي؟ شكرا. ما انت بتقولي انا جهله زي مصر كلها والوطن العربي كله. وفخور اذا كنت بقول ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو الرسول ورسول الله، فانا فخورا ان يكون جهله. ما يصح. وهتبتدي تغلطي حرمشه وسيداتي، اعتذري. اطلعي بره. ايه اطلعي بره. فك المايك بره، فك المايك بره. وطي صوتك. انا بقولك فك المايك بره. ما يصحش تتكلمي بالطريقه دي مع الدكتوره نهى. فك المايك. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فك المايك بره. اتقدمي مع الدكتوره نهى. اسطوره برضو. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فك المايك بره. يلا خدوها بره يا جماعه. اتفضلي. انا اسفه اني جيت كلمت واحده زيك. انا اللي ضيعت وقتي مع واحده مجنونه.